اكو اقبال للشراء من قبل المواطن العراقي لتحضيرات عيد الفطر المبارك او لا؟ والله استاذي هاليومين يعني صارت اكو حركه بالداخل السوق، تدري انطول خليه الازمه. البارحه قالوا انه اكو منع تجوال يوم الثلاثاء، فتدري اللي عنده طفل، اللي عنده شيء، اللي عنده تحضير، وزائد ارتفاع الدولار هسه تباوع، يعني اكو حركه بالسوق بس مو حركه شراء قويه، يعني مو مثل كل سنه بتعرف، لانه الدولار صعد، صار يعني هسه احنا نروح نتبضع يحسبوا على 150,000 بتعرف، فهذا هم الشيء اللي خلى الناس يعني تتلكأ بالشراء بتعرف. والله صار اكو غبال، لان هسه قالوا يعني حضر العيد، العيد ما قتلها، فالعالم قامت تطلع من هسه على مود يعني اكو حظر تجوال، يعني 10 ايام اعطتها الحكومه. زين هذا حيأثر عليكم؟ والله الحظر يأثر، بس العالم شو تسوي؟ يعني مجبوره. مجبوره هي. والله اكو قبال بس مو مثل الاعوام السابقه، مو مثل السنين. اول شيء ضعف الماده عند المواطن العراقي، وحالته مو مستقره بالمضبوط، فلهذا السبب يعني ما قاعد يصير اقبال بصوره جيده مثل الاعوام السابقه. اليوم الوباء والحظر حيأثر على اقبال المواطن العراقي والشراء؟ اكيد يأثر، اكيد، بس مو بالصوره اللي مصوريها بذيك الضخامه يعني. او لا يعني نوعا ما، بس من شو اسمه صار سالفه الحظر مع 10 ايام شويه يعني السوق خف، يعني عالم قليله، وهذا يعني البارحة واليوم كل شيء ماكو، يعني من طلع القرار مال حظر يعني أثر كلش على السوق. يعني ماكو إقبال حدث؟ لا هسه حاليا لا ماكو شيء، يعني هو من طلع أي طبعا كلش واقف، يعني هو من طلع الحظر، يعني من قال الحظر من يوم 12 يبدي، فالسوق كلش يعني كل شيء ماكو، وقف.